السلام الملكي. عندما نتحدث عن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، إن بلادكم لم تصل إلى ما وصلت إليه بطريق مفروش من الورود، بل اختلط العرق والدم بثرى هذه البلاد. التهنئة الخالصة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قائد هذه الأمة بمناسبة هذا اليوم العزيز، والتهنئة كذلك مرفوعة لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد